في مثل هذا اليوم إعلان نزول التوراة على نبي الله موسى عليه السلام، حيث خاطبه الله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك، وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. ويروى بأن تلك الألواح خلقها الله تعالى من زمرد، وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها، صدق تعالى. والأخذ بالقوة كناية على الأخذ بالجد والحزم والحذر بأن لا يفوته شيء، وعلى قومه أن يأخذها بأحسن الخصال وأفضلها. سؤال الحلقة طالع، الإجابة في الكومنتات، واستهبع الفائزين من راعي الحلقة.